مجددا احييكم مشاهدينا الكرام، واحيي الان ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحه السابق، معي الان من لندن. اهلا وسهلا بك دكتور على شاشه قناه اليمن. حديثنا اليوم عن الحراك، يعني المشهود اليوم على مستوى الدولي وعلى المستوى ايضا الداخلي وعلى المستوى الاقليمي. على المستوى الدولي هناك تحركات يعني دوليه يقوم بها يعني وزير الخارجيه هنا وهناك، وهناك تحركات للمبعوث الدولي، وعلى المستوى داخلي أيضا المملكة استدعت يعني المجلس الانتقالي واستدعت الحكومة الشرعية للعودة إلى الجلوس إلى اتفاق الرياض وإلى تنفيذ ما تبقى منه. كيف تقرأ كل هذه المسارات دكتور؟ مساء الخير أخي عبد الله، أنا سعيد أنه أكون معك مرة أخرى، وأيضا تحياتي لكل متابعي ومشاهدي قناتنا الفضائية اليمنية. يا هلا فيك. ما في شك بأنه المشهد الحالي يبدو عليه أن هناك الكثير من المحاولات الجديدة للدفع بالخروج وتحريك مسار مشاورات نعمل أنه تكون ناجحة على مدى الفترة المستقبل القريب فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار والتوجه نحو يعني مشاورات تخص جانب التسوية السياسية والوصول إلى تسوية سياسية بعد 6 سنوات من الحرب للأسف. مثل ما يعني جاء في تقريركم وأنت أيضا أشرت، يعني المبعوث الأممي مارتن جريفيتس البارحة كان أظن في مسقط وصدر يعني بيان إلى حد ما واعد، يقول بأنه الحوثيين يعني أبدوا استعداد جديد للدخول في مسار المبادرات التي تقدم بها سواء المبعوث الأممي أو المبعوث أو الممثل الرئاسي الأمريكي مارتي تيموثي ليندر كينج. نعم تيم ليندر كينج. نعم طبعا يعني نحن من تجاربنا السابقة وعلى مدى 6 سنوات كان بين فترة أخرى تظهر مثل هذه الآفاق، آفاق يعني واعدة للتوجه نحو يعني مشاورات جادة لتثبيت مسار تعزيز السلام والوئام في اليمن والدخول في التسوية السياسية ومباحثات ومشاورات التسوية السياسية النهائية. الشيء الجديد الآن طبعا نحن مبعوثين، في مبعوث رئاسي أمريكي أو ممثل رئاسي أمريكي، وهو يدفع باتجاه يعني ما يعني تحاول أن تعطيه الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ وصول الرئيس في قبل حوالي الآن 4 أشهر، يعني الدفع بمسار لتثبيت الحل. إلى أي مدى طبعا الأمريكيين كانوا للأسف طبعا ابتدوا بخطوة ربما يعني يشعروا الآن أنه ربما كانت غير دقيقة. يعني أول حاجة الحكومة الإدارة السابقة كانت ثبتت الحوثيون كمنظمة إرهابية دولية وهم أقوى، يعني على طول مباشرة الإدارة الجديدة أسقطت مثل هذا التصنيف. الآن طبعا من ما ظهر من بيانات من لديهم وما أيضا استشف بأنهم يشعروا بأن الحوثي إلى حد كبير ومع إيران طبعا حاولوا بقدر المستطاع أن يماطلوا في التوجه الجاد نحو يعني استعادة الدور يعني الدور الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار والسلام. نعم دكتور، هل نستطيع أن نقول بأن اليوم الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية تنطلق من فهم كامل لطبيعة المشكلة في اليمن ولطبيعة الحوثيين يعني ودورهم الذي يؤدوه؟
طبعا للأسف يعني قضية فهم كامل هذه ما أظنش أنها حتى الآن يعني وصلوا إليها، والدليل أنه مثل هذا الفهم كان لو كان موجود ما كان يوقعوا في الخطأ أو المجازفة الذي ارتكبوها برفع يعني التصنيف لهم كمنظمة إرهابية. الآن هم يدركوا بأنه هناك نوع واضح من المماطلة والعرقلة لكل الجهود الدولية والجهود الأممية للوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار بأعذار واهية، يعني بين فترة وأخرى الحديث عن الجانب الإنساني ومحاولة يعني فكفكة المبادرات يعني هذا وتجزئتها كما جرى على المدى الفترات الماضية. نحن على مدى 6 سنوات لم نستطيع أن ننطلق نحو يعني مناقشة التسوية النهائية في كل الجولات السابقة بهذا التكتيك الإيراني والتكتيك اللي يتبعه الحوثيين تبعا محاولة تجزئة أي توجه جاد لتثبيت وقف إطلاق النار على مدى بعيد والدخول في المشاورات من أجل التسوية النهائية. لا. الأمريكان يدركوا الآن بأنه مثل هذا الأمور لو استمرت بهذا الشكل يعني هذا إلى حد كبير يقضي على كل الآمال التي كانت لديهم بأنهم بإمكانهم أن يحركوا هذا الملف بأسرع وقت ممكن. نعم، إذن يعني هي أوراق سياسية ربما يعني يبحث عنها كلا الأطراف، لكن السؤال الأبرز يعني من الذي يربح من هذه الأوراق؟ هل إيران تستغل الموقف الأمريكي وبالتالي تلوح بما يتعلق بالمشروع النووي، أم أن الأمريكان هم من يحاصروا إيران وفقا لهذا التحرك وهذه الرؤية؟ ما في شك بأنه لاحظ طبيعة الخبرة الإيرانية في المفاوضات، وأنا أسميها دائما هي خبرة البازار، خبرة المحاولة يعني البيع والشراء في أسواق طهران. يعني الإيرانيين يعني بالتأكيد هم حققوا نوع من النجاحات في هذا الجانب، يعني على صعيد الملف النووي يعني الموقف الأمريكي ظل يتراجع تباعا خطوة وراء أخرى يعني. ويعني المشاورات الآن اللي تجري في فيينا توضح بأنه الذي حقق يعني نوع من التقدم في يعني السيناريو الذي يهدف إليه هم الإيرانيين إلى حد كبير. الآن طبعا الإيرانيين بالتأكيد يعني نحن الآن إيران يعني عدة أسابيع وفي انتخابات رئاسية جديدة وفي توجه لربما مجيء يعني اتجاه ربما أكثر شططا وأكثر يعني انعزالية في يعني مقارباته للقضايا المنطقة إقليميا ودوليا. الواضح بأنه هناك جهود تبذل في هذا الجانب، يعني ربما أبرزها هو المشاورات التجري ما بين الإخوة السعوديين المملكة العربية السعودية وإيران في بغداد بجهود عراقية، وأيضا الجهود التي أيضا ظهرت الآن من خلال الزيارة الأخيرة اللي قام بها معالي أخي الدكتور أحمد عوضي مبارك إلى موسكو. واضح بأن هناك نوع من الضغوط التي يعني تتراكم وربما تحاول أن تدفع الأمور في اتجاه ضغط على الشرعية وعلى يعني حتى ربما على التحالف فيما يخص المخارج التي ممكن يبدأ يمكن الانطلاق منها نحو الشروع في دخول في مشاورات التسوية النهائية. نعم، هل نستطيع أن نقول بأن هذه التحركات التي يقوم بها وزير الخارجية ستصب في الأخير فيما يتعلق بمشروع السلام، أم أنها يعني تهدف فقط لتقوية موقف ودور الحكومة الشرعية؟ بالتأكيد اللي هو يعني يعني طبعا للأسف على مدى 6 سنوات الماضية ربما كان هناك نوع من التهاون والتلكؤ ونوع ربما من التواكل فيما يخص نشاطنا الدبلوماسي. منذ مجيء أخي الدكتور أحمد عوض مبارك واضح بأنه مثل هذا النشاط ومثل هذا التحرك ارتقى بفعله من أجل أن نوضح للعالم طبيعة وحقيقة المشكلة التي تواجه المنطقة في من قبل يعني التعنت الحوثي والدفع الإيراني لمثل هذه يعني المقاربات التي تعرق المسار السلام. بالتأكيد أظن أنه الروس إلى حد ما
يعني، وهذا استشفيناه من خلال المباحثات التي أجريت مع بين وزير خارجيتنا ووزير الخارجية الروسي ونائبه، وأيضا المسؤولين في مجلس الدوما البرلمان الروسي، وأيضا مراكز الأبحاث والدراسات. واضح أن هناك كان محاولة للضغط علينا نحن، يعني محاولة لإيجاد نوع من المبررات لإيجاد يعني أو لتحقيق المزيد من المكاسب للحوثيين. لاحظ طول الفترة الماضية منذ يعني على مدى 6 سنوات الحوثيون كانوا دائما يعني يقبلوا بشيء ثم يتراجعوا عنه، ويحققوا مكاسب ثم يتراجعوا طول الوقت، هم يتقدموا في تحقيق مكاسب ويعني يعني استنزاف التنازلات اللي ممكن نحن نقدمها كشرعية. الضغط الآن واضح أنه كان ربما علينا، والنشاط الدبلوماسي الذي تقوم به الآن الشرعية يجب أن يتجه نحو توضيح طبيعة المشكلة. هذا غاب إلى حد كبير في الغرب وفي أمريكا، مراكز الأبحاث، مراكز الدراسات، الإعلام الغربي، يعني كل هذا، يعني كل هذه الجهات التي هي يعني تؤثر في صناعة الرأي العام، وبالتالي توجهات صانعي القرار في هذه العواصم المهمة ظلت كانت إلى حد كبير عملت على مدى 6 سنوات الماضية لصالح الحوثيين ولصالح إيران. نعم. الآن نحن نحاول أن نوضح مثل هذه الأمور، وهناك نجاح إلى حد ما، وربما التعنت الحوثي وأيضا المحاولة الإيرانية الواضحة لإدراج القضية ويعني توظيفها في لصالح مباحثاتها مع المجتمع الدولي. نعم دكتور، فضح مثل هذه الإجراء يعني التوجهات الإيرانية والحوثية. نعم دكتور، يعني رغم علمنا ويقيننا بأن الدكتور أحمد عوض بن مبارك يعني رجل صاحب نجاحات في كثير من المواقع، لكن يعني ربما السنوات التي تحدثت أنت عنها والتي شهدت فيه جمود للعملية السياسية، إلى أي مدى تصعب المهمة أمام وزير الخارجية؟ بالتأكيد المهمة صعبة، ويعني محاولة يعني تجاوز الكثير مما تراكم قلت لك من أفكار خاطئة وتفهمات ربما يعني فيها الكثير من المغالطات، يعني يتطلب مننا نشاط أوسع وأكبر على صعيد يعني السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي وعلى صعيد أنشطة بقية أيضا مؤسسات الدولة. يعني أنا للأسف طبعا حتى الآن يعني مؤسسات أخرى، مجلس النواب، مجلس الشورى الذي يعني أحيي الآن مجددا بتعيين الأخ الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مطلوب أنهم أيضا هذه المؤسسات أن تبدأ ترقى في نشاطها لمساعدة الدبلوماسية اليمنية. يعني طوال 6 سنوات الماضية لم نرى أي نشاط للبرلمان اليمني لكي يتواصل مع البرلمانات في بروكسل، في فرنسا، في باريس، في لندن، في نيويورك، في واشنطن، لم نرى مثل هذا النشاط أيضا. فبالتالي مطلوب أنه دعم التحرك الدبلوماسي للوزير، والذي أيضا مطلب أنه السفارات أيضا ودبلوماسينا في بالذات في الغرب وفي أمريكا أن يرتقوا بطبيعة عملهم ومستوى يعني تواصلهم مع العالم وتوضيحهم لطبيعة المشكلة وما يعني يظهر من تعنت من قبل الحوثيين أمام مختلف يعني التفاهمات اللي كنا يعني يدعمها العالم والتي يتراجع عنها الحوثيون. نعم دكتور، يعني هناك من يقول بأن الحكومة الشرعية بشكل عام مثقلة بكثير من الملفات، يعني أقلها أو آخرها ما يجري اليوم في المناطق المحررة من ربما تصاعد وتيرة الخلافات ما بين المجلس الانتقالي وما بين الحكومة الشرعية وما الذي حدث وغادرت الحكومة الشرعية. كثير من هذه الملفات قد تؤدي ربما إلى مزيد من الضغط على الحكومة الشرعية. بالتأكيد أنا يعني أربط مثل هذه الجوانب وهذه يعني المؤشرات أيضا بالجهود التي بذلها الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية. التحالف بقدر الإمكان يدفع كان في سبيل يعني توحيد يعني الجهة التي تواجه الحوثيون أو الشرعية الآن بمكوناتها جميعا، وبالتالي يعني مطلوب يعني إلى حد كبير أن نتجاوز مثل هذه
يعني سوء التفاهم الذي هو حاصل في هذا الجانب، وهذا إلى حد ما يقتضي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالذات أن يبذلوا جهد كبير جدا لتجاوز مثل هذه الفجوات التي يستفيد منها بالتأكيد الحوثيون وإيران. الدعوة الأخيرة الآن أتوقع أن الأسبوع القادم سيشهد يعني جولة جديدة من المشاورات في هذا الاتجاه، وربما حتى في هذا الجانب يعني طبيعة المسار المشاورات، ويجب أن يتجه نحو أيضا تعزيز قلت لك الفعل الدبلوماسي بحيث أنه يظهر يعني جبهة الشرعية تظهر موحدة ومتناغمة ومتناسقة مع ما يطرح من مبادرات على الصعيد الدولي. لكن برأيك يعني هذه يعني الدعوة التي الكريمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في مسألة العودة إلى تنفيذ مسار اتفاق الرياض، برأيك هل ستكون هي المحطة الأخيرة حتى نصل بعدها إلى استقرار؟ وهل ستعود الحكومة بالفعل يعني متناغمة ومتكافية ومتكاتفة في نفس الوقت؟ أخي عبد الله نتعشم ذلك، كلنا يعني طول الفترة الماضية يعني سعينا جميعا وعززنا من مسار التوافقات على صعيد التفاهمات التي تجري ما بين الشرعية وأيضا الإخوة في المجلس الانتقالي. مثل هذا الشيء يجب أن يتجه ويجب أن ندرك ويجب أن ندرك التحالف يعني، وأيضا الجهود المختلفة التي تبذلها القوى السياسية أنه تعزيز لحمة والتفاهم الذي هو حاليا تمثله الحكومة المناصفة مسألة مهمة جدا وتؤثر علينا جميعا، سواء كان على أطراف الشرعية المختلفة كلها في يعني مساق المنحة النهائي للتسوية السياسية التي نطلع إليها جميعا. لا شك أن الإخوة في الانتقال يدركوا أهمية يعني تعزيز النجاحات على الصعيد الدبلوماسي وعلى صعيد مواجهة الحوثيين وأيضا الدبلوماسية الإيرانية التي تحاول أن تقحم هذا الملف في إطار يعني مسارات تبعده تماما عن إمكانية حله، وأيضا تضعف من القدرة الوطنية على مواجهة الاستحقاقات على الأرض. نعم، ما الذي تمثله اليوم يعني قيادة فخامة الآخر الرئيس عبد رب منصور هادي في مسألة لم الشمل بين كل الفرقاء وكل الأطياف؟ بمعنى آخر، هل يعني من الصواب اليوم أن نقف ضد قرارات الآخر رئيس الجمهورية؟ هل من الصواب اليوم أن نقف ضد عمل الحكومة الشرعية؟ هل يمكن لفصيل أن ينجح على حساب فصيل آخر؟ أظن يعني بالتأكيد مثل هذه يعني المقاربات هي خاطئة جملة وتفصيلا. يعني نحن بالقدر الذي نشعر فيه أن هناك ملاحظات، هناك نوع من التجاوزات، لكن على 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 الصعيد العملي يجب أن نسعى جميعا لتعزيز مكانة ودور والفعل الذي تقوم به الشرعية ممثلة طبعا بقيادتها وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأيضا حكومة الشرعية ومختلف مؤسسات الشرعية، مجلس النواب، مجلس الشورى، مختلف القوى السياسية. هذا قضية يعني الدفع بقدر الإمكان نحو إيجاد يعني مساق فيه نوع من التناغم وفيه نوع من التكاتف مسألة أساسية جدا. إن كنا نطمح جميعا في تحقيق الأهداف التي يعني تجمعنا جميعا في تجاوز مفاعيل الانقلاب الحوثي وأيضا محاولة إقحام اليمن في ملف الهيمنة نعم إيرانية للمنطقة. نعم دكتور، دعني أتوجه إليك بهذا السؤال وهو السؤال الأخير يعني في حلقتي، وأنت رجل ربما يعني خبر شغلت كثير من المواقع في الحكومة الشرعية ورجل صاحب خبرة سياسية، ودعني أقدم لك يعني الحوثيون يبحثون عن مشروع إمامي سلالي، والمجلس الانتقالي يبحث عن استعادة الجنوب، والحكومة الشرعية مثقلة بكثير من الملفات وهي تبحث عن استعادة الدولة بشكل كامل. كيف يمكن أن نجمع كل هؤلاء، وهل يمكن
يعني للحوثيين أن يكون اليوم أداة صالحة للسلام، وهل يمكن للانتقالي أن يتخلى عن رؤيته وأن ينضم لمسألة الحكومة الشرعية على الأقل في الوقت الراهن؟ أخي عبد الله، شوف، يعني نحن يعني من خبرتنا السابقة في مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه طبعا الإخوة الحوثيون كانوا مشاركين وأعطوا لهم دور كبير جدا فيه، ويعني تم الانتصار لهم في داخل مؤتمر الحوار ومخرجاته بشكل كبير. يعني أيضا فيما يخص القضية الجنوبية، يعني القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار كانت هي القضية المحورية والأساسية والتي على ضوءها يعني وصلنا نحو هذه التوافقات، موضوع المناصفة، موضوع الندية بين الشمال والجنوب، كل هذه قضايا نحن كنا يعني أنجزناها في مؤتمر الحوار وانعكست في مخرجات مؤتمر الحوار، وكانت ستنعكس أيضا وستظهر في الدستور العتيد ومشروع الدستور العتيد. يعني إذا ما حكمنا أنفسنا في إطار مثل هذا الأفق، أفق التوافق، أفق القبول بالآخر، أفق عدم الادعاء بإمتلاك الحقيقة والابتعاد عن التخوين والابتعاد عن مسار الإلغاء الآخر، أظن أنه الآفاق آفاق واضحة. طبعا طبيعة ما جرى من تعقيدات للمشهد طوال الست سنوات جرت مثل هذه ربما المناورات و الدفع باتجاه انه طرف ينكر طرف اخر او يحاول يضعفه او يحاول يعني يتقوى على حسابه. يعني اذا ما عدنا الى الافاق التي حكمت الحوارات السابقه والحوارات التي ايضا الان شهدتها الرياض، اظن بامكاننا جميعا ان نوجد يعني مسار مشترك لنا جميعا يحقق الأهداف المرجوة للخروج لتجاوز طبيعة ما ألم بوطننا الآن من الكثير من يعني المعاناة والشتات، ويعني كل هذه تقتضي مننا أن يعني نتجاوز الرؤية الطيبة وننطلق نحو المستقبل بأفق يأخذ الاعتبار بالشراكة للجميع، والشراكة يعني التي تحتوي كل القوى بعيدا عن محاولة التباكي أو تجاوز الآخر وإلغاء الآخر. نعم، كل الشكر والتقدير لك الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة السابق، كنت معي عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام لكرم المتابعة، إلى اللقاء.